بسم الله. الدرس رقم 20. 20. التعرف على كيفية قياس حجم الملفات. جميل. والمجلدات أجمل، والمجلدات هيحتوي على مجلدات وملفات، فيحسب لك اللي جواه باللي فيه، يقول لك اللي هو بيدي لك بقى، يقول لك الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت، لا وكمان نحطها والتيرا بايت. يلا تيرا بايت، ايه دول؟ يبقى احنا هنا عندنا شقين نعرف، او يمكن ثلاثة، ازاي نعرف قياسهم، يبقى الكيفية. طيب ايه البايت؟ وخلي كمان قبل الكيلو بايت نحط ايه بايت، والبايت يعني ده اللي هيتحرم يعني. خلاص يبقى البايت والكيلو بايت و الميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت. وتعالوا نعمل جدول كده صغير، خلاص هنكتب فيه الحاجات دي. ولكن تعالوا نعرف ايه حجم الملفات، نعرفه ازاي؟ قال لك تعال روح للماي كمبيوتر. نعم ماشي الحال، وافتح اللي انت عايزه. تعالوا نفتح مثلا ماي دوكيمنت. نعم هنلاقي فيه ملفات زي الملف الاتي. الملف الآتي إعادة التشغيل، السايز بتاعه اللي هو الحجم 37 كيلو بايت. حجمه كام؟ 37 كيلو بايت. حجمه كام؟ ودي مهمة، 37 كيلو بايت. طيب اللي تحت مذكرة باوربوينت لمدرسة الشرطة كام؟ 11000 كيلو بايت. جميل. بهيج 10 73. في طريقة تانية يا عم، الطرق كتير. انت لو ضغطت على الملف خلاص وباليمين قلت له عايز الخصائص او properties، خلاص هتلاقي مكتوب هنا السايز. ادي السايز اللي فوق مش اللي تحت، اللي فوق قال لك ده 72.4 كيلو بايت. ماشي الحال كده، احنا بنعرف ايه؟ بنعرف حجم الملف. طب لو حجم مجلد ما بيختلفش، بس مش هيظهر هنا اهو، ادي مجلد اسمه كاماتسيا ستوديو، اجي باليمين عليه اقول لو سمحت عايز الخصائص بتاعتك، فقال لي ده انا حجمي 4.29 جيجا بايت. الجيجا دي كمان ايه؟ الجيجا دي كمان. طيب خلينا بس براحة، ايه البايت من الاساس؟ وبعد كده هنرجع الكلام اللي احنا قلناه. البايت يماثل حرف واحد كتابة. نقفل دول. يعني ايه؟ يعني تعالوا نفترض انا هعمل ملف جديد، والملف ده بيكون ملف نصي يعني حروف نيو، واجي هنا ملف ايه نصي، ادي نصي اوكي، وهكتب هنا مثلا فايل سايز، انا هسميه فايل سايز او حجم الملف. الملف احنا كتبنا فيه حاجة؟ لا، المفروض يكون حجمه كام؟ ما فيهوش حاجة، يبقى حجمه صفر. ماشي، يبقى اجي باليمين عليه واقول له لو سمحت انت حجمك كام؟ بروبرتيز، واقول له الحجم، قال لي انا صفر لان انا خالي من الايه؟ من الكلام ومن الاحرف. ماشي. طب ما تيجي نفتحه، فتحناه. طب ما تيجي نكتب فيه حرف من الحروف، نكتب مثلا ايه ونقول له اقفل، ونقول له نعم حفظ، هيديني بتفتكر ايه؟ في كام حرف؟ حرف واحد. المفروض يديني كام بايت؟ وقلنا البايت يماثل الحرف، يديني ايه؟ واحد بايت. تعالى باليمين كده ونقول له لو سمحت انت حجمك كام؟ هيقول لي انا حجمي واحد بايت. ليه؟ لان جوايا حرف واحد. طيب تعالى نفتح تاني ونكتب بقى اتش ام اي دي، بقى عندنا 1 2 3 4 5. اوكي، وتعالوا نقفل، وتعالوا نقول له حفظ، وتعالوا نقول له حجمك كام. سؤال غلس لان احنا عديناهم، هو 5 بايت. طيب لو فرضنا هنكتب احمد بهيج ونحط اللي في الوسط دي اللي هي المسافة، هل المسافة هتتحسب كمان كحرف ولا لا؟ المفروض تتحسب كحرف. تعالوا نشوف احمد، وادي ايه مسافة بقوم 6، بهيج بي اي اتش اي اي جي، يبقى كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6، والمسافة 7،
8 9 10 11 12. تعال نقول له فايل ونقول له حفظ ونقفل ونشوف حجمها كام. حجمها فعلا 12. يبقى كل حرف بنحطه يحسب بايه؟ ببايت. يبقى البايت يماثل ايه؟ يماثل ايه؟ يماثل قلنا ايه؟ يماثل حرف. تعالوا نفتح كده عشان نكتب اللي احنا ايه استخلصناه ونشوف. نفتح الباوربوينت. مش راضي يتفتح ليه؟ نشوف كده مش راضي يتفتح ليه. ارجع ادي يا سيدي اهو باوربوينت. جينا هنا فاضي. تعالوا مش ضروري تعرف انا بعمل ايه، ولكن انا عايز ايه ادرج جدول عشان نحط فيه اللي احنا بنقول عليه ده. يبقى هنا البايت يمثل ايه؟ يمثل حرف كتابة. ماشي. حتى على فكرة الحرف حتى لو كان بالعربي المفروض برضو المفروض بيحسبوا الويندوز ال 64 بت بيحسبوا ان هو ايه؟ 1 بايت. طب البايت، طب الكيلو بايت، كيلو بايت اللي بيكتبوا هناك. حتى لو جينا شفنا كده مثلا لو فتحنا الماي كمبيوتر وشفنا كي بي بي اي كبيرة، يبقى رمزه ايه؟ هيكون كي عشان تفهموها كي بي. رمز الكيلو بايت ايه؟ طب هو حجمه قد ايه؟ يساوي ايه؟ قال له كيلو جرام كم جرام؟ قال له 1000 جرام. كيلو متر كم متر؟ قال له 1000 متر. الكيلو بايت كم بايت؟ قال له 1000 بايت. قال له لا، الكيلو بايت 1000. 1000، لكن 1024 ايه بايت. معلش حتى لو انت كتبتها 1000 بايت هنعديها يا سيدي، بس عشان للدقة احنا بنقولها كده. بعد الكيلو بايت الميجا بايت. ميجا ايه؟ ميجا بايت. وبتكتب ايه؟ ام بي كبيرة كده. تساوي ايه؟ تساوي 1000 كيلو بايت. لا، هي بتساوي كيلو كيلو بايت، يعني بتساوي 1024 ها كيلو، سوري نكتب بالعربي كيلو بايت، او معلش نكتبها تاني بالانجليزي 1024 كي بي. ماشي، يبقى بالعربي وبالانجليزي. طيب الجيجا بايت. جيجا يا عم نكتب بالعربي جيجا بايت، اللي هو بيكتب بالانجليزي ايه؟ جي بي. اوكي. طيب تساوي ايه؟ نقعد خلاص احنا عرفناها بقى. تساوي 1024 ها 1024 ايه؟ ميجا بايت. بالانجليزي يا سيدي 1024 ها ام بي. سهل. طب التيرا، ما انت ما جبتش جديد. التيرا بايت هو 1000 جيجا. خلاص، ايه هو التيرا؟ عربي. شفت بقى كويس ان احنا صحيحين المره دي. تيرا بايت خلاص، اللي هو تي، اللي هو تي بي. خلاص يساوي هنا ايه؟ برضو 1024. نكتب بالعربي معلش 1024 ايه جيجا بايت، او بالانجليزي 1024 خلاص جي ام، لا جي بي. هو ده يا سيدي الاحجام بتاعتنا. نرجع بقى ونختم. يبقى اذا لما يجي عندنا هنا ملف عايزين نعرف نشوف حجمه، بلي نضغط مره عليه اخترناه وضللناه، ونيجي عليه باليمين ونقول لو سمحت عايزين خصائصك، وبالانجليزي بروبرتيز، ونقول له حجمك كام؟ يقول لي 12 بايت. جميل. طيب لو عايز اعرف تاني اروح لماي كمبيوتر او ماي دوكيمنت.
عندي ملفات كتير، ملفاته اللي انا مسجلها لكم مثلا ليسون 1 اللي هو الدرس الاولاني، اجي عليه باليمين لو عايز اعرف حجمه اقول له لو سمحت قول لي ايه البروبرتيز بتاعتك، يقول لي انا 9 و15 ام بي. فاكرين ام بي اللي هي ايه؟ احسنتم، ميجا بايت. ماشي الحال؟ طيب نرجع تاني، يبقى احنا شفنا الام بي، اجي باليمين على ملف صغير زي مثلا اللي هو مذكرة باوربوينت، حجمك قد ايه؟ هيقول لي انا حجمي 11 ميجا بايت، مع انه هنا كاتب شايفين 11277 كيلو بايت. ما هي هي، ما احنا قلنا الميجا بكام؟ ب1000 كيلو. طب نيجي لهنا 64 كيلو، يبقى شفنا الكيلو وشفنا الميجا وشفنا الجيجا. الجيجا فاكرين شفناه فين؟ احنا جينا هنا اهو على كاماتسي وقلت له انا عايز اعرف حجم كل المجلد بما يحتويه من ملفات ومجلدات، اجي باليمين عليه واقول له اديني خصائصه لو سمحت، يقول انا خصائصي من السايز بتاعي 4.29 جيجا بايت. الامتحان بيجي ازاي؟ بيقول لك ممكن يقول لك حاجتين، هيقول لك شوف لي حجم ملف معين حجمه كام واكتبه. فهتيجي هنا والله ده 73، ادو حجمه 73، عشان اتاكد باليمين واقول له لو سمحت بروبرتيز، يقول لي انا حجمي 72.4، اروح في مربع الاجابه اللي قال لي عليها واكتب ايه؟ نفس الحاجه 72.4. ماشي، ونتقابل بقى في الدرس اللي بعديه.